التاسعة مستمرة معكم مع يوسف الحسيني. مساء الخير يوسف. مساء الخير. ازيك يا دينا؟ ازيك يا الهام؟ عاملين ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام؟ عادة بنتكلم معاك في موضوعات يعني محلية وموضوعات تخصنا كمصريين، بس أيوة. خليني أسألك النهاردة عن انطباعاتنا الإيجابية جميعا عن اختتام مؤتمر الحوار الفلسطيني في مصر، وأجواء إيجابية وبيان ختامي مبشر بخبر بيهمنا الحقيقة كمصريين، بنعتبره خبر يخصنا إحنا كمصريين باعتبار القضية الفلسطينية أولوية من أولويات السياسة المصرية بشكل حقيقي. والله باعتبار ان انا خدتها ورث لو صح التعبير، يعني انه عندي ميراث كده هو القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، والورث بتاعي دايما احنا بنسميها قضية الصراع العربي الصهيوني، ما بنسميهاش حتى القضية الفلسطينية. وكان دايما بنلاقي انه اختلافات الفصائل، يعني يمكن خصوصا بعد سنة 79 بدأ يحصل اختلافات فصائلية كتير نظرا لظروف مختلفة، يعني من ايام ابو عمار الله يرحمه. اللي حصل في 16 و17 مارس تقدري تقولي عليه انه مرحلة جديدة بتتوج بيها مصر مساندتها لقضية الصراع العربي الصهيوني، بأنها تقدر تجمع الفصائل، توصل معهم لتسويات مشتركة، توصل لميثاق شرف بتأكد بيه على أنه مصر هي الدولة الأولى، مش هسميها ستي الوحيدة، الدولة الأولى اللي بتعتبر أنه القضية دي هي القضية المركزية عربيا، وأنها قضية تتعلق بمصر بقدر ما هي متعلقة بفلسطين، ما هيش مجرد قضية في محيط إقليمي أو في انتماء قومي عربي أو حاجة زي كده. وبتأكد كمان انه هو ما ينفعش حد يزايد على دور مصر تحت اي ظرف من الظروف، وفي نفس الوقت بتأكد على انه هو ما فيش حد اكبر من مصر، بدليل انه مصر دائما هي الدولة الوحيدة القادرة على انجاح النوع ده من الحوارات. في صعوبة شديدة لما تيجي تدير حوار مع 15 فصيل سياسي ممكن يكون بيجمعهم الهدف بس الاستراتيجيات والتكتيكات بتختلف لحدود مخيفة. مصر هي البلد الوحيد اللي قادر على ده، بالإضافة طبعا لترتيب أروقة البيت الفلسطيني والحوار الفلسطيني. أكيد عندنا حدث مهم جدا، يوم المرأة المصرية واحتفالية قرينة الرئيس طبعاً. بهذه الاحتفالية والاهتمام بنماذج المرأة المصرية اللي قدمت بطولات وتحديات على مدار التاريخ، فعلا المرأة المصرية هي أيقونة النجاح مما لا شك فيه. وبرضه هو حظي، يعني أنا ابن سيدة مكافحة جدا في حياتها، ربت أولادها وهي بتشتغل وهي بتربيهم وبتكبرهم، بعضهم فلح زي أختي، بعض آخر زي حالاتي ما أقدرش أوصف نفسي بأن أنا فلحت، بس هي عملت اللي عليها، فأي لخبطة من ناحيتي دي بتاعتنا. لكن هو فعلا لما بنيجي نبص حوالينا بعيدا عن الشخصنة هنلاقي أنه في كل بيوتنا، في كل بيوتنا مش في عائلتنا، هتجد دائما انه المرأة المصرية بتقوم بدور ملحمي، مش حتى مش هسميه بطولي، دور ملحمي. ولو ركزنا في التفاصيل كل ست في مصر عبارة عن ملحمة بحد ذاتها، وبدون مبالغات ولا مجاملات لا لأشخاصكم عشان زميلات بتاء التأنيس عزيزات، ولا لأمي ولا أختي ومراتي وجدتي وبنتي، بس فعلا الستات المصريات ملاحم حقيقية عايشة على سطح البسيط. انت الموضوع كلها ملمسة معاك النهاردة بشكل شخصي جدا جدا. فتبقى حلقة مريحة. يعني آخر حاجة عايزة أسألك عليها، موضوع أسترازينيكا وانتهاء الجدال حوله، منظمة الصحة العالمية أنهت هذا الجدال ويعني أنه أثبتوا أنه مزاياه بتفوق مخاطره. ده موضوع مهم لأنه يعني داخل في نطاق منافسة بين شركات، وأنه جميع اللقاحات يعني مجدية، واللقاح ده هيكون متوفر أيضا في مصر في شحنة جاية، فدي نقطة مهمة لأن احنا كلنا كمصريين مهتمين بموضوع اللقاحات وتوفير عدد كافي من اللقاحات خصوصا التوليد متنوعة للمصريين. التوليد والله هو اصل في حاجه، الكلام اللي قالته الهام مهم، بخصوص انه يا جماعه احنا عندنا في 6-7 شركات في العالم بيتنافسوا على اللقاح، فطبيعي انه هيحصل ضرب متبادل ما بين الشركات المختلفه. ولو احنا عارفين او احنا كلنا عارفين بحكم الشغلانه على الاقل انه بزنس صناعه الدواء ده بزنس بيكسب فلوس كده كانها مطر ذهب بتتساقط على اصحاب هذه الشركات وعلى المساهمين فيها. الحاجه الثانيه هو انه احنا بنتكلم على لقاح دواء عمره كله على بعضه يدوب هم أقل من سنة، فاستحالة هيبقى فيه دواء 100% سليم 100% بلا عرض جانبي،
حتى الأدوية اللي اخترعها البشر من سنة سيدنا آدم لحد اللحظة دي طبعا ليها أعراض جانبية. أعراض الجانبية بتختلف، يعني ده برضو كله من المناقشات مع أساتذة مناعة وأساتذة فيروسات وحاجات زي كده، واتكلمنا في ده الحقيقة في البرنامج من كام يوم. طبيعي، يعني هو أنا لما هلاقي 100 حالة يا ستي 200 من 18 مليون واحد خدوا أسترازينيكا، يبقى أنا كده عندي مشكلة؟ لا طبعا. أكيد في معلومات أكتر هنعرفها معاك في البرنامج، نسيبك عشان تبدأ الفقرات البرنامج وهنضم لا والله اتفضلوا معانا. شكرا. ليه ما نكمل الحلقة وإحنا واقفين يا جماعة؟ شكرا يا يوسف. مش ممكن خدت وقت البرنامج؟ وهزر طبعا. بالعكس، يعني مجرد تجاذب لأطراف في الحديث. أشكركم جدا، شكرا ليك يا دينا، شكرا جدا ليك يا إلهام، وكل الشكر لكل صناع التاسعة. نستأذنكم إن إحنا نبدأ فقراتنا.